اكلات نرميل. بصوا النهارده عملنا سمك بطريقه السمك المقلي القديم بتاع زمان بدون اي افتكاسات، سمك بلطي مقلي عادي خالص زي اللي كانت مامتي ومامتي بتعمله. تعالوا مع بعض نشوف اتعمل ازاي. يلا بينا. اول حاجه معانا انا هعمل في الهاند بلندر، تقدري في الهون في الخلاط اي حاجه تعملي الخطوه دي. هعصر كام ليمونه، طبعا الليمون يرجع لكميه السمك. انا هنا جايبه اربع سمكات، طبعا تقدري تجيبي اقل تقدري تجيبي اكتر براحتك. انا حطيت 3 4 ليمونات كده حلوين، احنا عارفين ان السمك البلطي بيحب الليمون. عندي برد وبرد ايه قاسي، يمشي البرد تفضل الكحة، اسوأ ما في البرد هو الكحة. بس طبعا عندنا يعني انا عندي جوزي شخصيا تعبانة يعني عادي، اللي هو مفيش مشكلة اعملي اكل برضه، يعني انا ماليش دعوة مفيش روح. فالمهم يعني خلينا نعصر الليمون. عايزه اقول لكم في اليوم ده قلت اقضي اي حاجه ناكل اي حاجه، فعادي جوزي قال لي لا مفيش حاجه اسمها اي حاجه، انا عايز اكل انا جعان. طبعا كان عندي سمك في الفريزر، انا عاده بجيب سمك وبحطه في الفريزر، فطلعته فكيته وشطفته وقلت هقليه بسرعه بسرعه. يعني عايزه اقول لكم في ساعه ممكن هنعمل غدا حلو جدا. هنحط مثلا 6 7 فصوص من الثوم، فلفل بارد او حامي، احمر او اخضر المتوفر عندك، ونحط معلقه حلوه كمون مطحون، ونحط معلقه كبيره كده اهوت كزبره ناشفه. كزبره ناشفه مهمه قوي في تتبيله السمك. ونحط ملح حسب الرغبه، نظبط ملحنا ونفرم الكلام ده كويس قوي. طعمها بيبقى حلو جدا، التتبيله دي من اجمل تتبيله السمك اللي ممكن تعمليها، بتنقل السمك حته تانية خالص. هناخد السمك بتاعنا طبعا نتبله كويس. انا هنا كنت خدت السمك طبعا فكيته وشطفته كويس. لما بجيب السمك من عند الراجل، انا انا بحب السمك البلطي المقلي اعمله افتحه بطريقه السنجاري، فبضمن ان التتبيله دخلت جوه اللحم، وبضمن ان هو اتحمر اتقلى كويس جدا جدا، وكمان ما مش بيشرب زيت عكس الطريقه اللي هي التقليديه اللي بنقل السمكه وهي مقفوله، دي بتشرب زيت كتير جدا، لكن الطريقه دي مش بتشرب زيت خالص. جربي اعملي السمك بالطريقه دي حلو جدا. طبعا تبلنا السمك، هنيجي طبعا معانا بصلايه حلوه هنقطعها مربعات، تقطيعها عشوائي مع شويه زيت ونسيبها لحد لما تحمر شويه. طبعا هنسيب البصل على البوتاجاز ونيجي بقى نبدر السمك. دقيق عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، ولا متبلين ولا حاطين بودره زعفران ولا حاطين اي حاجه خالص. ما انا بقول لك هنعمل السمك بالطريقه التقليديه بتاعه امي ومامتك. هنا بقى جبت دقيق، شويه دقيق بدرتهم، ببدر بيهم السمك كويس قوي واضمن ان هو اتبدر وبنفضه كويس جدا. طيب بعد ما بنبدر السمك بيبقى فايض دقيق، احنا مش بنرمي الدقيق ده، انا شخصيا بجيب مصفى صغنونه جدا تكون رفيعه وبنخل الدقيق. البايظ طبعا برميه، والسليم اللي هو اتنخل بحطه في كيس وبحطه في التلاجة، ما ينفعش احطه بره لان بيبقى طبعا مكانه سمك، فممكن يسوس ممكن يلم حشرة هموشة اي حاجة، فاضمن حاجة نحطه في التلاجة، احنا مش بنرمي حاجة خالص. فبعد كده بقى هنجيب زيت على الفريزر، زيت يسخن قوي، اهم حاجه ان الزيت بتاعنا يسخن جدا جدا. هنقدر نشتغل اكتر عشان كده ومنحطش اكتر من سمكه. الطاسه دي اختراع، طاسه واسعه وغويطه، اقل كميه زيت بتبان اكبر كميه زيت. طبعا البصله بتاعتي بعد ما اتحرقت نسيتها على البوتاجاز، هنزل عليها بكوبايه ونص من الميه ونص كيلو من الرز المصري، غسلته كويس جدا وحطيته عليها. كل نص كيلو رز بياخد من كوبايه وربع لكوبايه ونص، اللي هي مجات الشاي العاديه خالص اللي بنشرب فيها الشاي، كوبايه الازاز. ظبطي ملحك وورد الغطا كده. ايه عليكي؟ طب يا اتفضلت بصي بقى، ايه كانت مجنونه معايا. واسرع الاكلات كمان. فجربي اعملي النهارده غدا سمك كده اهوت حلو جدا. سمك البلطي ده اوانه في السوق موجود حلو جدا جدا، وسعره في متناول الجميع. هنعمل شويه سلطه، معانا طماطم، معانا خيار، معانا ربطه كامله من البقدونس الاخضر، معانا فلفل بارد او حامي زي ما تحبي، معانا تفاحيه خضراء. انا بحب احط التفاح الاخضر في السلطه بيدي السلطه طعم حلو جدا، ولما بيبقى عندي رمان بحط رمان، الرمان برده تحفه في السلطه. يعني اللي ما جربش يحط رمان في السلطه فايته كتير بجد، بيبقى حلو جدا. عندك ذره صفراء حطي، عندك فاصوليا حمراء حطي، كل الحاجات دي في السلطه حلوه جدا.
هنقطع على ايدينا من غير بلانش ولا اي حاجه خالص، مش عايزين نبهدل مواعين ولا اي حاجه خالص، عايزين نعمل اكل عشان طبعا ننجز في الوقت ونخرج بسرعه من المطبخ. الجو طبعا بيبقى تلج، فاللي هو انت بتبقي واقفه خلاص مش قادره. بصوا السمكيه بفضل اقلبها على الناحيه دي شويه والناحيه دي شويه عشان اضمن ان هي استوت. عايزه اقول لكم عالم ربنا ما بيشرب زيت بالطريقه دي خالص، ولا هتحطي نشا ولا حاجه، لكن هو فعلا مش بيشرب زيت. لكن في تكه مهمه جدا حابه اقول لكم عليها، اول ما السمكيه بتطلع من الزيت بكون بجيب ليمون واعصره عليها. لو فرضنا ان لسه في بقايا زيت، عصير الليمون ده هو مش بيخلي فيها زيت خالص، بياخد الزيت ينزله في الارضيه خالص، وتفضل السمكيه خفيفه ومززه وطعمها حلو جدا. جربوا برضو تعصروا ليمون على السمك بعد ما يطلع من الزيت، والله بيبقى طعمه حلو جدا، اختراع جميل. عايزه اقول لك هتاكلي السمك وانت مستمتعه بيه كانك بتاكلي جمبري، واحلى من الجمبري كمان. زي ما انتم شايفين انا كل ما السمكيه تطلع اعصر عليها نص ليمونه، كل ما السمكيه تطلع لحد ما خلصت الكميه كلها. والرز طبعا كان استوى خلاص، وخلصنا عملنا السلطه بتاعتنا وحدقناها، عملنا السلطه بتاعتنا وحدقناها. حطوا شطه بقى، حطوا ملح، كريسبي مستوي من جوه تحفه. ده تحفه. يا رب غدا النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. اذا وصفه النهارده عجبتكم تكتبوا تعليق منكم، واشوفكم في اكله جديده من تلاقي الاكله. باي باي.